في جامعة سوهاج تم إطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين. المؤتمر ده بيشارك فيه 318 باحث من 36 جامعة مصرية وعربية وإفريقية من مختلف الدول. إن من المقرر أنه يتم نشر 120 بحث مشارك في المؤتمر في مجلة شباب الباحثين، والمؤتمر بيكون فرصة مهمة عشان يحصل فيه تبادل للخبرات والناس تتعرف على أهم الأبحاث العلمية. معانا على التليفون الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نتعرف منه على كافة التفاصيل. دكتور صباح الخير على حضرتك وأهلا وسهلا بيك. صباح الخيرات على حضرتك، والحمد لله ما من الله علينا بعقد هذا المؤتمر بالامس، من علينا اليوم بوجود الاستاذه منا معانا والاستاذ مصطفى اللي اسمه على اسمه. اهلا اهلا بحضرتك. انا بشكركم جدا على هذه المداخله، ومن خلالكم بصبح على كل الشعب المصري سواء اهلا اهلا يا دكتور في الجمهوريه الجديده او خارج الحدود من خلال الفضائيه. خلينا يعني نوضح ما يشتمل عليه مؤتمر شباب الباحثين من فعاليات وانشطه بعد انطلاقه بشكل رسمي. بتعملوا ايه؟ ايه هو الهدف؟ هنخرج بإيه من هذا المؤتمر؟ يعني حضرتك بتسأل سؤال هادف جدا وسؤال موضوعي جدا في هذا الأمر. مؤتمر شباب الباحثين يمكن ده المؤتمر المحلي الثامن، لكن خد الصفة الدولية بقاله ثالث مؤتمر. إذا هو أصبح نقطة واضحة في خريطة الأنشطة لجامعة سوهاج، الأنشطة البحثية والأنشطة الطلابية والأنشطة في خدمة المجتمع، نعقده سنويا. هذا العام كما حضرتك يعني ذكرت في 318 مشارك من شباب الباحثين، في 176 بحث معلق في رادهات المؤتمر، في 51 بحث ألقي بالأمس، في 61 مستمع ملهوش بحث ولكن جاي مستمع عشان يكتسب الخبرات، في 5 دول عربية شاركت، ليبيا والسعودية وفلسطين واليمن والسودان، في دولة أفريقية نيجيريا، في دولة أوروبية بريطانيا، في العالم المصري الجليل فاروق الباز من امريكا شارك عبر تقنيه الفيديو كونفرنس. الحقيقه هذا المؤتمر بيدي فرصه لابنائنا من شباب الباحثين في جامعه سوهاج لتبادل الخبرات البحثيه على مستوى كل الجامعات المشاركه دي، هم بيكتسبوا منهم وبيكسبوهم، وبالتالي بيخش تحت المسمى اللي احنا دايما بنسميه ايه؟ هوم ديليفري اوف ساينس، يعني كاني بجيب ديليفري العلوم بجيبها في مكاني، بدل ما اسيب شباب الباحثين دول صغيرين واحيانا بيبقى عندهم عوائق ماليه وعوائق شغل في مجتمع الجامعه ما يقدروش يسافروا لبعيد عشان يشوفوا المؤتمرات دي ويكتشفوها، بنجيب لهم هذه الكوهورت من الباحثين العالميين عشان يشتغلوا معاهم المؤتمر داخل ارض جامعه سوهاج ويبقى فيه تبادل خبرات. الجديد هذا العام ايضا انه على هامش المؤتمر مجموعه من الاعداميين الاشهر في مصر قدموا ندوه تثقيفيه لابنائنا من شباب الباحثين وحتى شباب جامعه سوهاج حتى الطلاب على كيفية دور الإعلام في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي. مشاركة مجموعة كبيرة من الإعلاميين بالأمس، إدارة حسام الدين حسين الزميل العزيز وتواجد الدكتور مسلم يعني رئيس مجلس إدارة الوطن، بالإضافة لطبعا كتير الزميل سامي عبد الراضي مدير التحرير بجزيرة الوطن. يعني إحنا بنتكلم في ناس كبيرة جدا ومنصة ثقيلة جدا اتكلمت عن دور الإعلام وإزاي بتقدر تدعم مختلف الأنشطة اللي بتقوم بيها الجامعات. لكن لو جينا اتكلمنا بقى عن محاور للمؤتمر مختلفة ومتعددة، محور للعلوم السياسية، محور للعلوم الطبية، محور للعلوم الإنسانية، محور للعلوم الهندسية، وكل محور من دول في ندوة كبيرة. التنوع الكبير ده إزاي يفيد؟ هاخد من طرف الخبر اللي حضرتك نشرتيه قبل المداخلة، تقرير عن دولة رئيس الوزراء وما حدث بالأمس في المؤتمر الصحفي من توجيه للاهتمام بأشياء معينة. لو اتكلمنا عن العلوم الأساسية كان بيتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية، في المؤتمر ناقشنا العديد من الأبحاث بكيفية قيام كلية الزراعة في الجامعة بتطوير هذه المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة والشعير اللي بتمثل بالنسبة لنا محاصيل أمن قومي. أيضا في العلوم الإنسانية دولة رئيس الوزراء اتكلم عن المشكلة السكرية، كثير من الأبحاث بالأمس عرضت من قسمي الاجتماع والإعلام بكلية الآداب حول كيفية وضع حلول ناجعة للمشكلة السكانية في مصرنا بصفة عامة وفي محافظة سوهاج بصفة خاصة اللي هي واحدة من المحافظات عالية الكثافة السكانية. فده تطبيق مباشر للكلام اللي حضرتك بتتكلمي بتسألي عنه. أيضا كان هناك عرض لمشاريع بحثية من موهوبين ومبتكرين في المرحلة قبل الجامعية،
دول احتضناهم داخل مركز دعم ورعايه المبتكرين والمنفوبين داخل الجامعه اللي وجه بانشائه مع الوزير الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور، واللي خليني من خلالكم اوجه له شكر عميق جدا لان هذا المؤتمر نفذ تحت رعايه معالي الوزير وقدم لنا دعم كبير قوي عشان نقدر نصل الى تنفيذ هذا المؤتمر. وجود هذا المؤتمر في صعيد مصر اللي ربما كان بيفتقد بشده حاله النقاش دي بالشكل ده بالمستوى ده بالاسماء دي بالمحاور دي، كلمني عن ردود الافعال. يا استاذ مصطفى، لقد كان الصعيد مهمشا في العقود الماضيه، لكن في هذه الثمان سنوات الاخيره اصبح صعيدا سعيدا، لم تكن هناك هذه اللغه في الماضي، لكن في هذا الوقت اصبحت هذه اللغه لغه عاديه على ارض جامعه سوهاج، نتحدثها ونتكلمها وننشر فيها البحوث. وما كان في الخامس من يناير الماضي من زياره فخامه الرئيس السيسي وافتتاحه للمستشفى الجامعي على ارض محافظه سوهاج اللي بيحلو لي ان نسميها هديه فخامه الرئيس لكل شعب جنوب الصعيد، المشروعات القوميه اللي بتنفذ على ارض محافظه سوهاج في 181 قريه بكلفه اجماليه تعدت 46 مليار جنيه، لا يا فندم احنا في عالم ثاني دلوقتي مختلف تماما عن لغه الماضي. أكيد دكتور، لما نيجي نقول إن اللجنة المنظمة للمؤتمر كلها كانت من جامعة سوهاج وبالذات من أسرة طلابية، فكرة إن تواجد الطلاب والثقة فيهم إنهم يعملوا مؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الثامن للجامعة. إحنا لدينا أسر طلابية متميزة وعلى أعلى مستوى من الأداء، ومش أول سنة ينظموا هذا المؤتمر، نظموا هذا المؤتمر سنوات عديدة سابقة. يمكن إحنا بنركز قوي على طلاب الفرقة الرابعة اللي هي الفرقة الختامية، وبنحط معاهم طلاب الفرقة الثالثة والثانية والأولى عشان يكتسبوا الخبرات منهم، عشان لما يجي عليهم الدور السنة الجاية يقدروا يحملوا الغاية من بعد زمايلهم اللي هم كل سنة بينظموا هذا المؤتمر، وبالحقيقة بنجاح عالي جدا لاقى إعجاب وشكر جميع الضيوف المتواجدين على أرض جامعة سوهاج. كل مؤتمر بيبقى ليه يعني زي ما بيقولوا كده مخرجات، مخرجات المؤتمر بتتمثل في حاجة اسمها توصيات، إزاي هيتم ده؟ وإزاي هيتم مناقشته بشكل عام على وسائل الإعلام؟ إزاي هيتم تناوله؟ وخصوصا إن في عدد من المحاور كل محور فيهم يعني تقيل جدا زي ما سمعنا. جامعة الوحدة، جامعة الوحدة، نعم. يا فندم في الجلسة الختامية بنضع التوصيات اللي خرجت من كل محور على حدة وبنسردهم في جلسة الختام بنسميها كلوزنج سيريموني مع التوصيات، وهذه التوصيات بنضعها لتطوير خطة البحث العلمي في جامعة سوهاج للعام القادم، علشان نقول دي اللي جات من مؤتمر شباب الباحثين واحنا هنعدل خطتنا. صحيح خطتنا خطة خمسية، ولكن لا مانع ان احنا كل سنة نعدلها في ضوء معطيات كثيرة ندخلها في الخطة ونعمل أنشطة جديدة او نضيف أنشطة جديدة على الموجودة في الخطة الخمسية لجامعة سوهاج. اكيد. طيب احنا نقدر نقول ان النتائج اللي وصلنا لها من خلال المؤتمر لغاية دلوقتي الحقيقه يعني احنا لو مسكناهم يعني محور محور بنتكلم عن محور العلوم الاساسيه، الحقيقه ده بنعتبره قاطره التنميه لكل مجتمع الصعيد، العلوم الاساسيه دايما هي قاطره التنميه، ومن اساتذه العلوم الاساسيه اساتذه متميزين فازوا بجوائز يعني محليه وعالميه، وعشان كده في العلوم الاساسيه قلنا من ضمن التوصيات اللي حطيناها زياده استقطاب المجموعات البحثيه المموله من جهات التمويل لكي تضيف لمؤسسة الجامعة العديد من الأجهزة من خلال هذا التمويل والعديد من الأنشطة التي تطبق في خدمة المجتمع المحيط. في العلوم التطبيقية دعم دور الجامعات المستشفيات الجامعية وكلية الصيدلة الأقسام الإكلينيكية وكلية التمريض، هم دول الثلاث كليات المعنيين بالعلوم التطبيقية في إخراج يعني أبحاث تطبيقية مهتمة بمشكلات المجتمع السوهاجي بصفة خاصة ومن بعده مجتمع جنوب الصعيد. في العلوم الهندسية يمكن اتكلمت على المشروعات البحثية اللي اتقدمت في المؤتمر امبارح، من ضمن التوصيات اللي قلناها ان البروتوتايبس اللي وصلوها ابنائنا التعليم قبل الجامعي سنحتضنها في وادي التكنولوجيا داخل مؤسسة الجامعة عشان نقدم منها نموذج قابل للتطبيق الاقتصادي داخل المجتمع السوهاجي. ان شاء الله. كل الشكر ليك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك يا دكتور.